مشاهدينا الكرام، في آخر ساعات لتحرير درنة من الإرهاب الذي جثم على صدورها لأكثر من 7 أعوام، دعم قطري وتركي. العين الإخبارية تضعكم في صورة المعارك الأخيرة في هذه الساعات التي تفصلنا عن إعلان تحرير مدينة درنة. اليوم وفي ساعات الصباح الأولى يقوم سلاح الجو الليبي بقصف مجموعة إرهابية متمركزة في حي سوق الظلام وحي البلاد. وكذلك أمر غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي أكد بأن لا يزال إلا 300 متر ضرب 380 متر. هذه المسافة لم تأخذ أكثر من ساعات على حد قوله. أيضاً القوات المسلحة العربية الليبية تتبع سياسة خاصة لتحرير درنة والتي لم تأخذ أكثر من شهر. أيضاً المعارك أسفرت أو أنجمت على اكتشاف مجموعة من الأسلحة القطرية كانت مخبأة في ميناء المدينة الذي كان يستخدم كمنفذ لإدخال وإخراج الإرهابيين وإدخال أيضاً العاد والعتاد لهم والذي سيطرت عليه القوات المسلحة العربية الليبية. قوات الجيش أيضاً عثرت على مخزن للملابس وأيضاً بالإضافة إلى واقيات رصاص تم صناعتها في تركيا وهي باستيراد قطري. هذه هي الصورة الأخيرة للساعات الأخيرة قبيل تحرير مدينة درنة، تابعناها وإياكم من هنا من درنة. عينك على العالم.